جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن كيفية العيش في الجنة، وهل يوجد هناك أعمال كما في الدنيا، وما الفرق بين الدنيا والآخرة كما تسأل؟ جزاكم الله خيرا. هناك فروق بين الدنيا والآخرة، بل لا مقاربة بينهما. والعيش في الجنة عيش دائم وعيش آمن وعيش لذيذ وعيش طيب، لا مكدر فيه ولا منغص ولا موت ولا مرض ولا هرم ولا هموم ولا أحزان ولا انقطاع لنعيمها وملذاتها. فعيش الجنة لا يعلم كنهه وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والعيش في الجنة عيش عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله وصف لنا الجنة ووصف لنا ما فيها أو بعضا مما فيها ليرغبنا فيها وليشوقنا إليها، كما أنه وصف لنا النار وما فيها من العذاب والنكال ليحذرنا منها، وما لم يذكره لنا أشد وأنكى. فالعيش في الجنة والدار الآخرة لا مناسبة بينه وبين الدنيا، بل الفوارق كثيرة وعظيمة. نعم.